أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. أيها الأحباب، أيها الجمع الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا، نحييكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث تواصل وزارة الأوقاف نشر الثقافة ونشر الوعي ونشر الفكر الوسطي، وذلك من خلال هذا الأسبوع الثقافي الذي بدأته وزارة الأوقاف يوم السبت، انطلاقاً من هنا من مسجد مولانا الإمام الحسين في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف رائد تجديد الخطاب الديني في بلادنا الحبيبة مصر، معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيماناً من وزارة الأوقاف بأن الاهتمام بالثقافة والفكر والوعي دليل على تقدم الأمم ودليل على حضارتها. أيها الإخوة المؤمنون، معنا اليوم بمشيئة الله تعالى قارئاً، القارئ الشيخ فتحي خليل، ومعنا عالمان وعلمان من وزارة الأوقاف والدعوة الإسلامية وعلماء مصر الحبيبة، معنا فضيلة وسعادة الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة الشيخ أحمد دسوقي مكي إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. ونختتم بمشيئة الله تعالى هذا الحفل المبارك وهذا اللقاء الثقافي الديني بالأدعية والابتهالات التي يقدمها لنا المبتهل الشيخ بلال مختار. أيها الإخوة المؤمنون، دائماً ما نبدأ اللقاء بأطيب الذكر وبأحلى الكلم بالقرآن الكريم، وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: من استمع إلى آية من كتاب الله، من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة. مع القرآن الكريم نبدأ هذا اللقاء، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ فتحي خليف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر،
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما من المؤمنين رجال من من المؤمنين رجال من الله عليه فمنهم
رمضان أحبه منهم من ينتظر وما صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا في خشوع وإنصار إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتحي خليل، وقد كانت خير بداية لنا في هذا اللقاء الثقافي الإيماني ضمن الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، تحت رعاية كريمة من رائد تجديد الخطاب الديني ببلادنا الحبيبة مصر فضيلة ومعالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. اللقاء اليوم يدور حول الصدق في الأقوال والأفعال، ويحضر هذا اللقاء كوكبة من علماء وزارة الأوقاف وقادتها. يتقدم دكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.
وفضيلة وسعادة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وجمع غفير من محبي العلم والعلماء والثقافة والفكر، ومن محبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن بلادنا الحبيبة مصر تتمتع بوعي، وتتمتع بجمهور واع يدرك أهمية الثقافة وأهمية الفكر في النهوض ببلادنا الحبيبة مصر، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن ينصرها بنصره، وأن يرزقها برزقه، وأن يحفظها بحفظه، وأن ينزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد العالمين، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الصدق في الأقوال والأفعال، يحدثنا الآن علم من أعلام وزارة الأوقاف ومن أعلام الدعوة الإسلامية ومن أعلام علماء بلادنا الحبيبة مصر، مع فضيلة وسعادة الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أحمد الله تعالى إليكم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ما بعد، نبدأ أولا بالسلام على صاحب هذا المقام ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. ثم نقول، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فالشكر كل الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، الذي أطلق الأنشطة بالمساجد، فأعاد للمساجد مكانتها، وأعاد للمساجد روحانيتها. أما عن عنوان اللقاء، فقد سئل أحد الحكماء: كم وجدت في ابن آدم من عيوب؟ قال: أكثر من أن تحصى أو تعد. كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ قال: أكثر من أن تحصى أو تعد، لكن صفة واحدة تستر كل العيوب. قيل له: وما هي؟ قال: الصدق. ولذلك قالوا: الصدق مع الموت خير وأفضل ألف مرة من الحياة مع الكذب. الصدق مع الموت أفضل ألف مرة من الحياة مع الكذب. فالمعاملة ما بينك وبين الله، والمعاملة ما بينك وبين خلق الله، لابد أن يكون أساسها الصدق. ولذلك مدح ربنا سبحانه وتعالى الصادقين، فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ومن محبة الحق سبحانه وتعالى للصادقين
أمرنا أن نلتمس مجالسهم وأن نسعى إليهم وأن نكون معهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بمفهوم المخالفة أن نبعد ونبتعد عن الكذابين. ولذلك ورد في الحديث أن الرجل إذا كذب كذبة تباعد عنه الملك. إن الرجل إذا كذب تباعدت عنه الملائكة. فالصدق علامة حقيقية للإيمان، وسيلة من وسائل القرب إلى الرحمن. الحديث الذي نحفظه جميعا إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ولذلك أعلى رتبة بعد رتبة النبوة رتبة الصديقية، اتصف بها سيدنا أبو بكر الصديق. والعلماء لما وصفوا مدعي النبوة قالوا مسيلمة الكذاب، نعتوه بالكذب لأنها من أخص الصفات. والسيدة عائشة رضي الله عنها التي علمت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدخله ومخرجه ومخبره صلى الله عليه وآله وسلم، تقول: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله من الكذب، ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله من الكذب. وإن الرجل يكذب عنده الكذبة، فما يزال في نفسه صلى الله عليه وآله وسلم منه شيء حتى يحدث لها توبة. ما كان من خلق أبغض إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكذب. ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة، فما يزال في نفسه صلى الله عليه وآله وسلم منه شيء حتى يعلم أنه قد أحدث لها توبة. الصدق علامة حقيقية للإيمان، ولذلك لا يجتمع الكذب والإيمان في عبد. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قال: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. لأن الكذب والإيمان لا يجتمعان مع مؤمن أبدا. وإذا كان الصدق هو أصل كل خير، فإن الكذب أصل كل شر. الكذاب خائن، الكذاب غادر، الكذاب فاجر، الكذاب ظالم، الكذاب فتان.
ولذلك قال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. يطبع المؤمن على الخلال والصفات كلها إلا الكذب والخيانة. فكن صاحبا للصدق في كل أحواله، في كل تصرفاته، في صدقنا مع الله بالنية الخالصة، في صدقنا مع أنفسنا بالمحاسبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، في صدقنا مع الناس بالمعاملة الطيبة، في صدقنا مع أبنائنا بتعليمهم الخير، في صدقنا مع وطننا بإتقان العمل. وأخيرا، سئل حكيم: هل رأيت صادقا؟ قال: لو كنت صادقا لعرفت الصادقين، لو كنت صادقا لجمعك الله مع الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. معنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه الكلمة الطيبة الجامعة لسعادة وفضيلة الدكتور محمد عزت محمد، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتي حدثنا فيها عن أهمية الصدق في الأقوال والأفعال. وهذا الموضوع الذي اختارته وزارة الأوقاف ضمن الأسبوع الثقافي بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، والذي نعيش اليوم الثالث لهذا الأسبوع الثقافي. وحقيقة تحية إجلال وتعظيم إلى وزارة الأوقاف وإلى رائدها معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على تنظيم هذا الأسبوع الثقافي والاهتمام بالثقافة والاهتمام بالفكر ونشر الفكر الوسطي وسماحة الدين الإسلامي وتعليم الناس وتذكير الناس بخلق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. قبل أن أقدم علماً من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر، مشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم يرى امرأة تنادي على طفلها وتقول: تعالى أعطيك تمرة. ماذا قال لها الحبيب المصطفى؟ كما نسمع: تعال ادي لك شوكولاتة، تعال ادي لك عصير. انظر إلى المعلم، انظر إلى الصادق الأمين، انظر إلى قائدنا ومعلمنا وحبيبنا المصطفى. ماذا قال للمرأة؟ قال: والذي بعثني بالحق رسولا إن لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون صادقين في أقوالنا وفي أفعالنا. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا وإياكم بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة في هذا اللقاء الثقافي ضمن الأسبوع الثقافي بمسجد مولانا الإمام الحسين. الآن مع علم من أعلام وزارة الأوقاف ومن أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر، مع فضيلة الشيخ أحمد دسوقي مكي إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. الحمد
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك، آمين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدي صاحب هذا المقام سيدي الإمام أبي عبد الله الحسين الذي كان علماً من أعلام الصدق، وقدم مثالاً من أعظم الأمثلة وأروعها على الصدق مع الله عز وجل، حتى إنه رضي الله عنه أثر عنه وقد واجه الدنيا كلها وحيداً فريداً، فقال: لئن كانت الدنيا تعد نفيسة فإن ثواب الله أغلى وأنبل، وإن كانت الأحياء للموت أنشئت فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل. أي صدق هذا؟ وأي إخلاص هذا؟ فرضي الله تبارك وتعالى عنه وأمدنا الله وإياكم بمدده. بداية لا يسعني إلا الاقتداء بالزميلين الفاضلين في توجيه الشكر الجزيل إلى حامل راية الدعوة في الديار المصرية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة الذي أعاد بهذه الوثبة الصادقة في الدعوة إلى الله عز وجل، أعاد للمساجد روحاً حرمت منها بسبب وباء كورونا. نسأل الله عز وجل أن يعجل برفعه عن البلاد والعباد. وأقول في معرض الحديث عن الصدق، رغم أنه قد يبدو للكثير، قد يبدو الحديث عن هذا الموضوع سهلاً وميسوراً، ولكنه في حقيقة الأمر في غاية الصعوبة، لأن هذا أمر في غاية الوضوح. ومشايخنا علمونا أن من أشكل المشكلات توضيح الواضحات أو توضيح الواضحات، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هل فينا أحد في الجالسين يشك لحظة في فضيلة الصدق حتى ولو كان كاذبا، حتى ولو كان يمارس الكذب، لكنه يعرف أنه لا نجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالصدق مع الله عز وجل. ويأتيني شأني شأن غيري من السادة الأئمة والدعاة، يأتينا الكثير من الناس يشكون من ضيق الحياة ومن مصاعبها ومن ضيق الصدر وصعوبة العيش. ومن وجهة نظر الفقير أن السبب الأكبر في كل هذه المشكلات التي يعانيها المجتمع، أفراد المجتمع، هي فقدان الصدق مع الله عز وجل. فلو أن العبد صدق الله لصدقه الله. عندك مشكلة؟ ارجع لربنا، شوف أنت نقصك إيه مع ربنا. الله تبارك وتعالى وعد ووعده الحق وقوله الصدق، ومن أصدق من الله قيلا؟ الله قال في قرآنه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فلو صدقت الله
لصدقك الله. سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري جاء إلى شيخه سيدي أبي العباس المرسي رضي الله عنه، وانظر إلى الشيخ كيف يعلم تلميذه الصدق مع الله في جميع أحواله. يقول له: يا شيخي إني أجد في صدري هما لا يفارقني، الهم والحزن لا يفارقني، فماذا أفعل؟ قال: إن العبد لا يخلو من أحوال أربعة: إما أن يكون في طاعة، وإما أن يكون في معصية، وإما أن يكون في نعمة، وإما أن يكون في بلية. فإن كان العبد في طاعة فمقتضى صدقه مع الله فيها أن يشهد منة الله عليه في وجود الطاعة، يعني الطاعة دي من الله عليه، مش هو اللي مش باجتهاده. وإن كان في معصية فمقتضى الصدق مع الله فيها الاستغفار، وإن كان في نعمة فمقتضى الصدق مع الله فيها الشكر، وإن كان في بلية فمقتضى الصدق مع الله فيها الصبر. أعطاه الأحوال الأربعة. وبعد فترة جاء ليعود فيسأله: كيف تجدك؟ كيف حالك؟ قال: والله يا شيخ أصبحت أبحث عن الهم فلا أجده. ثمرة الصدق: لو صدقت الله لصدقك الله. الصدق هو عماد التقدم والرقي في المجتمعات كلها، وحتى لا يذهب الوقت سدى، لعل سائلا يقول: نحن نعلم جيدا فضيلة الصدق، ولكن السؤال هو كيف الوصول، أو كيف يكتسب، كيف تحصل هذه الفضيلة، كيفية تحصيل فضيلة الصدق؟ أعمل إيه عشان أكون صادق مع الله عز وجل؟ أول شيء لتحصيل فضيلة الصدق مراقبة الله عز وجل في السر وفي العلن. والله تبارك وتعالى يحثنا على هذه المراقبة في كتابه فيقول: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما، ويقول: وهو معكم أينما كنتم. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله عنك بغافل، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. المراقبة. الأمر الثاني: الحياء. الحياء من الله عز وجل، والحياء من الناس، والحياء من النفس. الحياء هو حتى يمنع غير المسلم من أن يكون كاذبا. أبو سفيان ابن حرب قبل أن يدخل الإسلام، حينما وقف أمام هرقل عظيم الروم وسأله عن بعض خصال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أبو سفيان يقول إيه؟ قل: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت. وهو لم يدخل الإسلام بعد. الحياء من الله، الحياء من المجتمع، الحياء من النفس. الأمر الثالث من الأمور التي يكتسب الصدق عن طريقها: مصاحبة الصالحين، وهو ما أشار إليه أستاذنا عند حديثه عن قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صحبة الصادقين. الأخلاق تعد أهم شيء تبحث عنه في أبنائك وبناتك، من يصاحبون. لا تكن هكذا لاهثا وراء لقمة العيش دون أن تتثبت وتتحرى من يصاحب أبنائك. إن صاحبوا صادقين كانوا صادقين، وإن صاحبوا كاذبين كانوا كاذبين، والعياذ بالله. وأخيرا يجب على الجميع، على كل أسرة
أن تجعل هذا الصدق، هذه الفضيلة، أن تجعله دستورا لحياتها مهما كلف ذلك. الصدق له ضريبة، والصادق مع الله هو الذي يتقبل دفع هذه الضريبة بصدر رحب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بكل أنواع الجهاد، ليس جهاد الحرب فقط وهو المنوط الآن بالمؤسسات الرسمية، لكن الجهاد جهاد النفس. مهما كلفك الصدق، ويجب على المجتمع أن يشيع هذه الفضيلة. لا تحزن ولا تضجر ولا يكن في قلبك شحناء إن ذهبت مثلا إلى دار زميلك أو صاحبك فقال لك أنا موجود لكن لست مستعدا لمقابلتك. لا تحزن، حزنك سيجعل صاحبك يعني يضطر إلى أن يقول أنا يدعي أنه مثل غير موجود، أن يكذب. يجب على المجتمع كله أن يعين بعضه بعضا على الصدق. سيدي عبد القادر الجيلاني كان يقول بنيت أمري كله على الصدق من أوله إلى آخره، حتى إن أمي حينما جهزتني إلى طلب العلم قالت لي، شوف الوصية، يا بني عليك بالصدق وإياك أن تكذب. فالغلام أخذ هذه النصيحة وهو في طريقه، يعني كان معه 40 دينارا، فقابله قطاع طريق وسأله شيخ الفرق اللي هو يعني قاطع الطريق الكبير السارقين يعني، فبيسأله ما معك؟ فقال معي 40 دينارا. فظنه يهزأ به، يعني هو ظنه بيسخر، فتركه. فجاء اللي تحت منه يعني بيتحرى أكثر، معك كام؟ قال أنا معي 40 دينار. فبص فعلا لقى فيه فلوس، لقى فيه 40 دينار. فقال للكبير بتاعه، قال يا بني ما حملك على هذا؟ مش خايف يعني أنا خدهم؟ قال إن أمي عاهدتني على الصدق وما كنت لأخون عهد أمي أبدا. فقال الرجل سبحان الله، أنت تخاف أن تخون عهد أمك وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله؟ والله إني أشهد الله أني تائب على يديك من الآن. جل اللي تحت منه السارق، النصوص اللي تحت منه قال والله وإذا كنت كبيرنا في السرقة فلتكونن كبيرنا في التوبة. وتابوا إلى الله جميعا ببركة ماذا؟ ببركة الصدق مع الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بصدق في الأقوال والأفعال، وأن يصلح لنا ببركته الأحوال. اللهم إنا نسألك لبلادنا العفو والعافية، اللهم إنا نسألك لبلادنا أن تجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وكل بلاد العالمين، وأن تنشر فيها الأخلاق والفضائل يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشكركم جزيلا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. حدثنا فضيلة الشيخ أحمد دسوقي مكي، إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حول ثمرة الصدق وحاجتنا إلى الصدق في التربية وأثر الصدق في التربية. ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك، اللقاء الثقافي الديني، من هنا من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. الإمام الحسين الذي كان ينساب في أخلاق أرق من النسيم وأنضر من ماء الورد في الورد، أهدته جاريته عوداً من الريحان فأعتقها وقال لها أنت حرة لوجه الله،
فقال الجالسون: يا ابن بنت رسول الله، أتعتقها من أجل عود من الريحان؟ قال: نعم، لأنني تذكرت قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولم أجد أحسن من عود الريحان إلا عتقها فعتقتها. هذه هي أخلاق الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، الذي تربى في مدرسة الصدق، في مدرسة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، الآن جاء موعدنا مع الدعاء، والمصطفى صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الدعاء هو العبادة، والمولى سبحانه وتعالى ينادي علينا: ادعوني أستجب لكم. فنضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ بلال مختار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سيدي يا رسول الله، ذاك ابن آمنة البشير المنذر، ذاك ابن آمنة البشير المنذر، الصادق المزمل المدثر، وقديما. صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. ذاك الذي عبد الإله وهو المشفع في المعاذ لمن عصى، وبكفه نطقت وسبحت الحصى. شرفا له ولربه تعظيما. صلوا عليه وسلموا
ذاك الذي طاب الزمان بذكره ذاك الذي طاب الزمان بذكره وتعطر طرق الهدى من عطره ذاك الذي طاب الزمان بذكره وتعطرت طرق الهدى من عطره وإذا النسيم الرطب مر بروضه أهدى من المسك الزكي علوما صلوا عليه وسلموا تسليما يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس مالنا غير النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس مالنا غير النبي والله العظيم يا ناس مالنا غير النبي مالنا غيره هو ساكن في القلب جوا مالنا غيره هو ساكن في القلب جوا ده حبيبنا وروحنا هو وطبيبنا سيدنا النبي يا والله العظيم يا ناس مالنا غير النبي كفك يا طه طاهر ذكرك سر البشاير كفك يا طه طاهر ذكرك سر البشاير يا جابر للخواطر اكبرنا يا سيدنا النبي يا نور أزلي سرمد نور المصطفى أحمد نور أزلي سرمد أول ما ربي أوجد نورك يا سيدنا النبي يا جمال النبي والله العظيم يا ناس مالنا غير النبي عذرا رسول الله إن كنت قصرت في وصفكم فإن جمالكم لن يوصف عذرا رسول الله عذرا حبيب الله عذرا رسول الله إن كنت قصرت في وصفكم فإن جمالكم لن يوصف جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا والله لو جد العباقر كلهم في وصف
في أفضال له لن تعرفا. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما وفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واكتفى. يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة المولى الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور المصطفى لن يخسفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي. بحبك في الضياء تهيم والشوق مني في هواك عظيم والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لحضراتكم هذا اللقاء الثقافي الإيماني الديني من هنا من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وذلك ضمن الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف والذي بدأته وزارة الأوقاف يوم السبت، واليوم هو اليوم الثالث لهذا الأسبوع الثقافي الذي يأتي في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرعاية كريمة من رائد تجديد الخطاب الديني بمصرنا الحبيبة فضيلة ومعالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. واليوم كان حديثنا حول الصدق في الأقوال والأفعال، وقد بدأنا هذا اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتحي خليف، ثم تحدث سعادة وفضيلة الدكتور محمد عزت محمد أمين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بمصرنا الحبيبة. وقد تحدث فضيلته عن حاجتنا إلى الصدق في كل وقت وفي كل حين، ثم تحدث عن النماذج الطيبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تربوا في مدرسة الصدق في مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تحدث علم من أعلام وزارة الأوقاف وقادتها فضيلة الشيخ أحمد دسوقي مكي إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وتحدث في كلمته حول الصدق في الأقوال والأفعال
عن حاجتنا إلى الصدق في التربية وأثر الصدق في التربية، وأيضا طوف بنا وأدخلنا في حديقة غناء مليئة بالنماذج الطيبة للصدق والصادقين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين. أيها الإخوة المؤمنون، أكرر التحية وأكرر الشكر لوزارة الأوقاف على حسن اختيارها لهذه الموضوعات التي نحن في حاجة إليها لننهض ببلادنا الحبيبة مصر. حاجتنا إلى مثل هذه الموضوعات: الصدق في الأقوال والأفعال. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما استمعنا من علمائنا الأفاضل حفظهم الله بحفظه وأيدهم بنصره، كان يسمى بالصادق الأمين، فقائدنا ومعلمنا ورسولنا وحبيبنا هو الصادق. فحري بنا أن نرجع إلى سنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نتخلق بأخلاقه، خاصة في صدقه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء مسك الختام، وهو الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بشرنا قائلاً: إن الله تعالى حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا، وفي رواية صفرا خائبتين، لأن الله كريم حنان منان، فكيف يرد دعاء، كيف يرد دعاء وهو الذي وعدنا بالإجابة فقال: ادعوني أستجب لكم. كان مسك الختام مع بلبل من البلابل المغردة في بلادنا الحبيبة مصر، مع فضيلة المبتهل الشيخ بلال مختار، والذي اختتمنا بأدائه وبدعائه وبابتهالاته هذا اللقاء الثقافي ضمن الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إيماناً من وزارة الأوقاف ومن رائدها ومن قائدها معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، إيماناً منه لما للثقافة والفكر والتنوير من أثر في إثراء روح الفكر في المجتمع، وروح الوطنية في المجتمع، وروح الإخلاص والترابط والتلاحم والاصطفاف، ولا يتأتى ذلك إلا بالثقافة والفكر المستنير. فتحية إلى وزارة الأوقاف وإلى رائدها معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الجمع الحضور، غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء في مسجد مولانا الإمام الحسين، وبعد انتهاء هذا الأسبوع وزارة الأوقاف تمد أيضا الموسم الثقافي، فننتقل وتنتقل وزارة الأوقاف بكم إلى مسجد آخر من مساجد مصر العامرة، لتنشر الثقافة والفكر الوسطي وسماحة الدين الإسلامي الذي جاءنا به حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
في الختام أتقدم لكم بخالص الشكر وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى أن ألقاكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحفظ الله بلادنا الحبيبة مصر بحفظه.